الكف علي ينزل. اتجوزت واخدت الزين وحب للزين وجاب غلام وصار يقول لي يا بابا ولا امشي من هون ازيحة. دارت فينا هالايام صار في عندي كتير كلام. استيقظت الصبح على الوقت. مشيت بعض خطوات إلى محطة المترو في شارع المطار، فقد قررت إنه أسكن بعيداً عن أزمة عمان وأوفر بنزين كمان. المترو بيجي بالضبط على الوقت وبوصل محطة الرابية من محطة المطار بخمس دقايق. بوصل شغلي بنشاط، أما زميلي في العمل بيجي على دراجته الهوائية، فكل الشوارع صار فيها ممر مخصص للدراجات الهوائية وممر خاص للمشاة. سائق الشركة بيشكي من قلة العمل. ندفع الضريبة على الانترنت، منجدد رخصة المهن. راحت أيام الطوابير والأزمات، فكل معاملاتنا صارت إلكترونية. فواتير المية والكهرباء صارت أونلاين، ما في داعي تزور الشركة إلا للضرورة القصوى. عمان صارت مدينة خالية من التدخين، يعني بتقدر تعيش حياتك بدون ما تنخنق. صار عنا حدائق عامة بيلعب فيها الصغار، والمساحات الخضراء حبط رش. يا أخي إشي بريح البال وبشرح الصدر، وأخيراً عملناها. صباح الخير، صباح الخير. يا صباح الورد. بده اياك المدير. ايش خرجك؟ هذا حلم بتحلم فيه يا هذا كابوس حبيبي.